الجميع هنا جاء من أجل أن يعلن أنه الأقوى، الأجدر والأشرس. وإذا كنت من محبي الرياضات القتالية، فإن هذه المنافسة حتماً لك. بينما تدور رحى الحرب في أوكرانيا أو تلتهب الأحداث على حدود دول أخرى، فإن 22 دولة تتأهب لمعركة أخرى من نوع خاص على أرض موسكو، إذ تشهد سباقاً محتدماً على أفضل طواقم الدبابات في العالم. بياتلون الدبابات، سباق دولي لأطقم الدبابات يجمع فرقاً عسكرية من 4 قارات: أوروبا، آسيا، أفريقيا وأمريكا اللاتينية. هنا في أرض الميدان يترقب الجميع متابعة قدرة دبابات الدول المختلفة على المناورة، التغلب على العقبات، القوة القتالية لكل منها، ودقة إصابة الأهداف. معركة ضارية، لكن بحضور جمهور يصفق، يهتف ويشجع. تتبارى الطواقم العسكرية على إظهار أقوى ما لديها على أرض عسكرية مكونة من أسوار وخنادق ومواقع إطلاق للنار. شهد العالم لأول مرة سباق بياتلون الدبابات في أغسطس عام 2014 بمشاركة دول مختلفة. أما عن متصدر السباق وأبرز الفائزين بالجوائز على مدار السنوات الماضية، فهي أطقم الدبابات الروسية، ثم تأتي بيلاروسيا والصين وكازاخستان. بعناية تختار روسيا مكان السباق، هذا العام ستدور العروض العسكرية القتالية في ألابينا إحدى ضواحي موسكو، إذ تسمح الأراضي الشاسعة والتضاريس الوعرة بانطلاق محاكاة واسعة النطاق للعمليات القتالية، إذ تعد قاعدة فريدة للقوات المسلحة ولتطوير التعاون العسكري العالمي. تحتدم المنافسة هذا العام وسط أجواء عالمية متوترة، خاصة بعدما دخل جيش التحرير الشعبي الصيني لصفوف السباق، بالإضافة إلى فرق عسكرية من 22 دولة، والفائز يعلن عنه في 26 أغسطس. فلمن ستكون الغلبة؟